بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده عندي شوية علاقات مثلثية لازم أثبتها. أول علاقة مثلثية بتقول إن ساين إكس ناقص ساين أس 3 إكس بيساوي نص ساين 2 إكس كوساين إكس. هنبدأ من الطرف الأولاني اللي هو ساين إكس ناقص ساين تركيب إكس. هاخد من الطرفين ساين مشترك، هيتبقى لي هنا 1 ناقص ساين تربيع اكس. طيب 1 ناقص ساين تربيع اكس اللي هي كوساين تربيع اكس. الكوساين تربيع اكس عبارة عن ساين كوساين في كوساين. طيب عندنا قانون ضعف الزاوية اللي هو ساين 2 إكس هيساوي نص ساين إكس كوساين إكس. القانون ده لازم يكون له حافظ. طيب الساين والكوساين هتساوي ايه؟ ساين اكس كوساين اكس هيساوي 2 ساين 2 اكس. يبقى ده هيساوي، هشيل الساين كوساين واكتب مكانها ايه؟ 2 ساين 2 اكس. عندي الكوساين زي ما هي كوساين اكس. هنا 2 وبين نص، يبقى نص ده اللي انا عايز اثبته، ان هو نص ساين 2 اكس كوساين اكس. نشوف مسألة تانية بتقول 2 كوساين تكعيب اكس ناقص كوساين اكس تساوي كوساين 2 إكس كوساين إكس. عايز أثبت العلاقة دي. هبدأ من الطرف الشمال اللي هو 2 كوساين ناقص كوساين إكس. عندي هنا كوزاين تكعيب وهنا كوزاين، اخد منهم كوزاين اكس مشترك. لما اخد كوزاين اكس مشترك يبقى لي هنا 2 كوزاين تربيع اكس ناقص 1. كوزاين اكس زي ما هو، الواحد ده اكتبه اللي هو ساين تربيع زائد كوساين تربيع هيساوي 1. يبقى عندي 2 كوساين تربيع اكس ناقص افتح قوس ساين وما ننساش القوس، يعني في ناس تيجي تكتب ناقص 1 يبقى تكتب لي ناقص ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس، دي غلط. الناقص معناها للقوس كله مش بس للساين، لا لازم افك ساين زائد كوساين وبعدين اضربها في القوس كله. طيب كمل كوساين اكس 2 كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس ناقص كوساين تربيع اكس. يبقى الناقص وزعته على القوس. طيب عندي هنا 2 كوزاين وهنا كوزاين، 2 كوزاين ناقص كوزاين يدينا 1 بس، يبقى عندي كوزاين اكس كوزاين تربيع اكس ناقص ساين.
كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس، دي عبارة عن قانون ضعف الزاوية اللي هي كوساين اكس كوساين 2 اكس، وده هو الطرف اليمين. اللي مش عارف كوساين 2 اكس، كوساين 2 اكس عبارة عن كوساين اكس زائد اكس، هفكها تبقى كوساين اكس كوساين اكس ناقص ساين اكس ساين اكس، اللي هي كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس. طيب نشوف واحدة تانية بتقول 2 كوساين تكعيب اكس ناقص كوساين اكس زائد 2 ساين اكس ناقص 2 ساين تكعيب اكس، ده هيساوي جذر 2 كوساين اكس، افتح قوس، كوساين 2 اكس ناقص باي على 4، اقفل القوس. ده عايز اثبت العلاقة دي. اثبتها ازاي دي؟ هنبدأ بالطرف اليمين اللي هو الطرف الشمال، اللي هو 2 كوساين تكعيب اكس ناقص كوساين اكس زائد 2 ساين اكس ناقص 2 ساين تكعيب اكس. المقدار ده 2 كوساين تكعيب اكس ناقص كوساين اكس، هو عبارة عن ايه المسألة دي؟ يعني اشيلها احط مكانها كوساين 2 اكس كوساين اكس، كوساين 2 اكس كوساين اكس، والطرف التاني اللي هو دي او الحد التاني 2 ساين دي اكس ناقص 2 ساين تكعيب اكس، ده عبارة عن المسألة الأولانية بس مضروبة في 2، يعني لما هضربها هنا في 2 تديني ساين اكس ساين 2 اكس كوساين اكس، يعني دي عبارة زائد ساين 2 اكس كوساين اكس. عندي هنا كوساين وهنا كوساين، اخد الكوساين وعمل مشترك، يبقى لي هنا ساين 2 اكس زائد كوساين 2 اكس. نعمل ايه بعد كده؟ جذر 2 دي جه منين؟ انا ضربت هنا في جذر 2، بدل ما ضربت هنا في جذر 2 يبقى لازم اقسم من هنا على جذر 2، وكمان الحد التاني ما اقسمش بس حد واحد، الحدين
هيساوي جذر 2 زي ما هو وكوساين. هرتبه مع هخلي الكوساين 2 اكس زي ما هي، 1 على جذر 2 اللي هي كوساين 45 اللي هي كوساين باي 4 زائد ساين 2 اكس، واكتب الجذر 2 واحد على جذر 2 هو الساين برضو باي 4. عندي هنا كوزاين كوزاين زائد ساين ساين، دي يعني اللي هي الكوزاين فرق بين زاويتين، هي لان لما فك الزاوية الكوزاين تدينا كوزاين كوزاين، هنا ناقص تبقى زائد ساين ساين. طب الزاوية الأولى تبقى 2 اكس اللي هي دي، والزاوية التانية اللي هي باي على 4، وهو دون الطرف اليمين عندي. أشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم.